السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أخياتها شرفت له ملكستو دون ذاك الجوكتان إلهي بقى مهد إسكاله ونسوق في رمضان كان وأكتهين ضد بدن أصحاب بدن وما تغني رمضان كهرة نلصومي إن رمضان كان إيسن نلصوميني إنونا ما قرن كرنا إن رمضان كدن بي إنو قارين مركو حاونا إيسن إن رمضان كان أساقه إلهي ما تغني نو قدري إن نسوق سيينة إن أن صنّه إن متقنّي أن كفى إدسن محيّر التانسكا مانت يكل السمينيه بريك والمصنّة وحندون يا إن أن هلك مانت أن يدك صوبندو عباس الماليات ومتقنّي حاسكي أوردي زوجتي أي ولد شوين حراش واحد إن متقنّي قدر وكجري إن دعذني أيام متقنّي وح أي كده عضي إن ماها تولد اللي يرهدو إن موردين له متقنّي هاستكتو دجان كإن سيبي عانوله كان عادي جورك شبيه لده هوسة، أباهني أيام متقنة دعوة مركي دعى سي أي واحد دعى مرنير وقول حيي استجى يهوديسة، أما زوجديسة أما حاسكيسة من بسيط ويقان، مرن كاسيرك دحمري يا متقنة وحقوس سببي إن هويد الصوماليات إن نفط دي متقنة يها كاسي إكوي، كعذرنا هذا هويد الصوماليات وح متقنة أي لهات أورستيد برادة وقف حاملة أيه. كعجل سيدرنا سيدد عرور إيه يا هذا المتقنة أتشوتي وأيده يكورنيس. هالكاسي واحد كرنيس أما كإن متقنة غير كأيده إيمانته. اللي بعتقد وين إن متقنة أي سوف الزرد. إن ماشي وحكو بحذي هويدي. وحكته تي والله تكتي متقنة راعي أو سيدد برادة وح متقنة يكتكتي سيدد عرورة. طيعات بدن يدب بدن ما مشينا متقنة أيالة. مت كمدة سركيشة إذا كحوجة ضلك الصوماليات أي متغنى وح إن وكور رمية إن حال ذيه يوحي أي الصوماليين كان مرك يسوق منين يو دعدي إن هو كان سكر دعدي في متغنى لو دقيا برشة الصوماليات بل إذا داوم مقارك إيش مارك الله حكى بعي الحوي إذا أنت سويدي عامل أو هوسك بتمر أكوي تقول كمدة أمير من اللي دارا يا وحكى بعي كل سبنتي يا بركي من ماركتي ماركتي دوار لودري بيستدين حاسم حاس ما دوابع نيكي قوي أو بيستي وما لا يسمى إلى هذا عبد القادر علي أحمد إلى هذا يا بيستدين حاس قصة اللي بدنا نلوم مع على خدمي جو شيخ النور عبدو حاس كيس هذي ما حيقول بشرسي مع ماركت عن ماركت سيا ك في كل رئيس مي سجال دير عقورة وعند شيء من ما هذا أنا معرفه على شو كذي الله هم حريصان لهاي ما في فرق خاصه أو مسؤول جاري كذا أفرس من أكتوبر أول كم في جبهات كبيرة أنت وأتوا شيء كذا على بعيد شيء مسؤول جاري هون قال يعني أمني إلى هنا ونمشي في الشعب وشعب المناسن وشعب معرفه دولة دولة لما دولة تابعة لما شقيا هذه سنة عنا إذا تجي سنة معمول كده ما يمكن يسولين كم مرة بس كده بس كده سنة مرة سوق السنة مرة آدي آدي إذا ما بحوله بدل كده إذا ما ذكر أمر ولا شقيا يعني كده ليه كل كده سنة بعنتا يا سود من لعبة من كده مرة عن كل رجيم لا ما أمر لا شقدا شقدا كل بلوس كأو ما في مرة شقيا بدنا بستدي في عامل سود سود عامل بلوس كنا كلا شقيا يعني كل رجيم أنت أسي هذه إنه أقصر لعبنا إن هذا الكا إن سرجال كترسنا عيدن كحوجة إن وحمت غناي ينوعت إن متغناي إن شعب الصوماليات إيه متغناي إيه قلبته هذا إيه كارين مهم أح إيه كقاتين قبشرة إن أي سنها لو إذا إن أسرع وجيستي إن معها أرنتن إيه ده إيه لوسو إذا إن ده كله شعب الصوماليات ده متغناي وحيات ورجع حين لنا يابين dadoyinka ay kan oo kala ah ee waayeen dambe lagu soo sheegay dadka Soomaaliyeed ee Soomaalidu inta badan ee dhaqan uma isan lahayn in ma taqaanay ay dilaan dumarka ee dilka ba kale ee ma taqaanay ee qudha inay ka jiraan ma taqaanay wax ku cusub booye wax hada ma taqaanay oo si jiri jiray ma aheen marka waxa dareemi karta qofka arimaha noocan oo kala ah sameenayo inta badan إن لومد إن إتهاي إن يكون بارتو إن متغنى المخدرات قفقة إنه استعماره ويسنجوج المسكح ديسة أما به إن متغنى قفقة مسكحيا إن متغنى أولين هاي يا متغنى يا ذكرته مرك كلي أرنتن إذا حدا وحباريتان كذا وضو إن معها دولة الصومالية
يعيدك حوجة هذا قعدتك وهاي إنك أستجع إيه يا متغنى كل لغة بينا يا وحي هاي حكونا أو مركرو يوم متغنى يوم ريا بس إيه إنكو محينا لو كتبون مركو وريا ترنا وضام ما كتشرنا إن إلهي متغنى هنا قبل رمضان إن مركو حيجو وحلو بهن هاي إن حوجها سيدا أقل أح مكتي متغنى اللي تبينه يعمل سو شيء جيو إن أنت ترتاح حق هذا ترتاح إن متغنى على غشة وتبطن وعكسة بون بونين أيو أما متغنى يقف كواح أصلا هين متغنى كده جيو ee taasina ay waxay dhibaato iyo mataqana baa ku sii keenaysa ee dhacdooyinka noocan oo kala ah in mataqanaay ee say u tahay la wariyo hada wariyal qaar waxa ka samayn ka dhacdooyinka noocan oo kala ay tibinayaan ee kula yihiin gacan ku digli qofka waxa la oran kara markii ee maxkamad cadir ah la orkeen laguna xukumo in uu yahay qofka gacantan geystay laakiin hada waa tuunsare oo war u tuumay in uu geystay dilkaasaga een laakiin dadka iyaga la joogay ee goob jooga ka ahaa ee arkay ee gacan ku dhigli ma taana way dhigi karaan ka iyada ah qofkii la joogay oo deedacada joogay markii dhacay waxan iyaga ah marka diinteen islaamkana arrimahan noocan oo kale ah markii dilka iyo ay yihiin muuha iyo ee zinada meel aad u fubi ma taana ka istaagtay ee wax lagu degdegi kara ma ahan ee waa qof islaam dhigiisa way marka dacdooyinka noocan oo kale tabinayo waa in ma taana sida xaqada jirta in loo tabiyo iyo ma taana ay ku haboon tahay een waxa ma taqanaay halkan baaq aan ugu direyna umada Soomaaliyeed ka soo joogan in ma taqanaay carruurta Soomaaliyeed ee maanta ka baxday hooyadood een aabahoodna ma taqanaay hadii ninka dibka geystay uu yahay isagana in maanta ay dayacan yihiin iyaga taa ma taqanaay wax een garab ah aysan haysanin maadaama ay ka baxeen labadii rukni ay ku tagnaayeen guriga waa hooyo iyo aabo hadii hooyo aabo la waayo meesha iyada ah day dibaato aad u farabad ma taqanaay meesha iyada ay ka taagan marka dadka iyagana waa in la gacan qabto oo ma taqana qof kasta taa kula iyo wuxuu ka geysan karo isagana uu ka geysto yaa ma taqana haboon dadka Soomaaliyeed ay ku fiican yihiin dadka gargaarka iyo isgarab qabadka waliba xaaladaha noocan oo kale ah marka ay taagan yihiin taasina waa wax ma taqana ay ku amaan yihiin umada Soomaaliyeed een waxaan ma taqana daawadayaal intani aan ku soo koobaya dhacdadan iyada ah ee laga soo sheegayo deegaanka sabab iyo ma een een deegaanka sabab iyo caanoole ee hoostaga ma deegaankan hoostaga sabab iyo caanoole ee gobolka Shabeellada Hoose een dadad aan ayaa ma taqanaay argagax weyn ayaa ku abuurtay dadka deegaanka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed marka waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim barnaamijkan mid ka xigo intaan ku kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.